المشير عبد الحكيم عامر في ذكراه. النهاردة ذكرى رحيل المشير عبد الحكيم عامر، وفي كل ذكرى للمشير عامر بنلاقي كل الإعلام ماشي في سكة يا ترى انتحر ولا يا ترى قتل، ونلاقي بعض الناس أسرته أو ناس آخرين يقولوا عندنا معلومات جديدة ومفاجآت مثيرة وهنفجر حاجات كتيرة مهمة حول انتحار حول قتل المشير عبد الحكيم عامر. الحقيقة تقديري إن المشير انتحر، المشير اتقتل، ده موضوع هامشي، مش ده الموضوع. الموضوع أن المشير عبد الحكيم عامر قائد عسكري فاشل، لا ينبغي أن ننسى أنه قائد فاشل، ده الموضوع الرئيسي. إنما بقى إنه انتحر واتقتل ده موضوع هامشي، مش كل مرة يبقى ده النقاش، إنما النقاش عشان يبقى فيه عبرة للمستقبل وقراية دقيقة للتاريخ إن ده حد غير مؤهل بالمرة وصل لأعلى منصب عسكري في البلاد، وصلنا إلى كوارث متعاقبة، أربع كوارث عسكرية، كان كل كارثة كفيلة بأنه يحاكم وممكن يعدم في بعض الكوارث. عبد الحكيم عامر في 56 أداء عسكري هزيل للغاية، ده انتصار سياسي وانتصار للشعب، إنما أداء المشير عامر وقتها كان هزيل للغاية، وترقى مشير بعد الأداء الهزلي بتاع عبد الحكيم عامر. نمرة 2 الانفصال اللي بيننا وبين سوريا سنة 61، أداء مؤسف للمشير عامر يستنى. بعد كده حرب اليمن، أداء رقيق وضعيف جدا عسكريا في اليمن، وبعد كده يستنى. تيجي هزيمة 5 يونيو 67 ولسه عايز يستنى. فسواء انتحر ولا اتقتل ده مش موضوع مهم، الموضوع المهم ان ده قائد فاشل ولم يكن يستحق أن يكون قائدا للجيش، وأدى إلى أربع كوارث عسكرية. وفي ذكرى لازم يكون ده اعتبار للمستقبل، إن اختيار أي حد بهذا الشكل أو إدارة الجيش بهذا المستوى أو إن يكون عامر نموذج لأي جنرال في المستقبل ده يبقى شيء كارثي. دي العبرة الأساسية، أنه قائد فاشل لا ينبغي أن يقرر، مش إنه اتقتل ولا انتحر. كمان ده اللي كان سبب بهزيمة 67 في كتير جدا من اللي احنا موجودين فيه لغاية دلوقتي، سبب انكسار كل الدولة المصرية وكل الشعور المصري وكل الكبرياء المصري اللي مثله عبد الناصر لما أطلق خطاب التنحي. أقول لكم بصدق وبرغم أي عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. إن قوى الاستعمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوها، وأريد أن يكون واضحا أمامهم أنها الأمة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر. والقوى المعادية لحركة القومية العربية تحاول تصويرها دائما بأنها إمبراطورية لعبد الناصر، وليس ذلك صحيحا، لأن أمل الوحدة العربية بدأ قبل جمال عبد الناصر وسوف يبقى بعد جمال عبد الناصر. في ذكرى جنرال الهزيمة المشير عبد الحكيم عامر، نتذكر القادة العظام في حرب الاستنزاف المجيدة، القادة العظام في حرب أكتوبر العظيمة. حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.